السلام عليكم. وعليكم السلام. الله اجوركم. مرحبا والديك وزيركم. شلونكم؟ من وين؟ من الاهواز لايران. على راسنا الاهواز. اليوم الاهواز موجودين في كاظميه هواي. هواي وايدين عندنا وايدين. اي والله الحمد لله. جروبات تجون لو خاص سيارات؟ لا احنا خاص يعني بس جروهات وايد ويانا يعني كاروانات حيل يعني. وايد جمعيه يو قدامنا بس احنا لا على خاطر وين يومين ثلاثه يعني. الحمد لله. زين هسه انت دخلت بغداد؟ صار لك ايش قد من دخلت بغداد؟ هو هاي دشتي هسه توك دخلت؟ زين شلون شفت بغداد قبل ما تدخل مدينه كاظميه؟ شلون شفت بغداد حلوه ولا لا؟ اوكي حقيقه اول نوبه جاده دشين انا مالتي باوانا الحمد لله والشكر. الشيء الذي كانوا اهاليتنا يسولفون وهسه وايد متغير وايد. يعني انت هذا اول دخول لبغداد لك؟ نعم اول دخول لبغداد. اول دخول بغداد. كم عمرك؟ 42. 42 وهسه دخلت؟ نعم. ما شاء الله. شفتها حلوه بغداد. اوكي تمام وايد حلوه الحقيقه. انت وسط الاهواز؟ وسط الاهواز نعم. اكو هناك مواكب عندكم بالاهواز دولة؟ اي وايد كلنا الديار كلها طاقه مواكب نعم. الكارون شهرستان كارون منطقه كلها عرب كلهم بالشارع شلون هسه هناك اللي مواكب طاقين لكن كلهم لهجه الاهوازين شويه بيها غرابه ما بين ميكس نسوي ما بين الخليجي طابين على العراقي شويه لهجتكم؟ لهجتنا تقريبا شلون هو غير كوكتيل اما تقريبا هسه احنا عندنا موادين امامنا هنا وانا واحد جبوري. والنعم. حي الله جبور. تقريبا يقولون مثل البصراويه قبل شلون؟ ساناتهم تقريبا هسه موادهم سقط لولا. انت اليوم جاي بعائلتك؟ نعم. السلام عليكم اختي. عليكم السلام. شلون الصحة؟ شكرا الحمد لله كلش طيب. الله يحفظك عظم الله اجورك. جميعا. الله يبارك. انت ايضا اول مره تشوفين اول مره تشرفت بكم جيت العراق اول ما زرنا كربلاء رحنا المرقد امام الحسين سلام الله عليه تالي رحنا ابي فضل العباس كلش الجو كان حلو المواكب ما قصروا معانا كلش يعني اي مسير اجينا المواكب وصلونا هم تحياتهم وهاي الله يساعدهم وتقبل الله اجوركم ومعاكم الله يحفظك وتوهم انا منطقه بغداد كلش كانت جميله من الملابس من الاسواق كانت لازم تاخذين جوله ملابس هنا عندهم ترى عب زين هنا اي اكيد اكيد كاظميه مشهوره بالعب الزين اكيد ان شاء الله تشرفنا بكم الاول مره ان شاء الله نعودها كل سنه ونجي للايام الاربعين ان شاء الله اهلا بكم دائما سؤال شنو اكثر يعني اكله مشهوره بالاهواز يطبخوها؟ احنا المفطح مشهوره بين العرب يعني عشائر العرب شيء زادنا المفطح بس عندنا الحميسه عندنا الباميه عندنا هذا كل شيء موجود يعني نفس اكلاتنا تقريبا نفس اكلاتنا بس انا شفت قلت الباميه باميه انا ما اكل ما تاكل باميه؟ لا قلت له يعني اكو اكل ليش قاعد لا ما يفرق ما يفرق هيك ما يفرق نفس الشيء نفس الشيء زين يعني كل اما العراسه الات كان شيء يعني الفواتح الله لا يقولها مو فلطه هي احنا بعد يعني احنا هذه القناه اسمها الفلوجه الفلوجه مدينه في غرب العراق مشهوره بالفلطه ناكلها هيك ما ناكلها فلطه نعم صحيح الله يحفظك انت من اي العمام؟ انا من الزرقان زرقان؟ نعم ما شاء الله بعد عشائرنا حياكم الله هلا بالاهوازين والنعم الا شرف حياكم الله شكرا شكرا شكرا